السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جميع المشاهدين الكرام. اليوم سوف نحكي قصة واقعية. أرجو المعذرة، ما قري قاعد يضرب في الياورت دركا، النار بدأت تشحن على كل حال. لنبدأ على بركة الله قصة الرعب. الرعب المهم، هذه قصة صارت تقدر تقول 2002 2003 و 2004. قصة اختطاف، راكو عارفين اختطاف وين كانت صرا كثرية ذاك الوقت، كانت صرا بزاف شفتو في الامريكان. القصة هذه غادي نبداو واحد المرة سموها ميشيل. ميشيل كانت في واحد النهار كانت كشوط تتمشى طريق طويل، طريق طويل راك فاهميني، هي من كتريات كانت فقيرة وكاع وكاع. داولها ولدها، داولها ولدها، راكو عارفين زعما كيما في ميريكان يلقو كاش مرا ولا تقدرش توكل ولدها ولا يدوها لها يربو ويعتنو بيه يعيش أفضل حياة، راكو فاهمين. دونك ميشيل كانت تمشى هاكا تمشى، فات عليها واحد الطوموبيل، قالها السيدة تا قاعد من قاعد تشوف فيه قاعد يبان كشغل إنسان عاقل نية هاكا في وجهها وكاع. أيوا كشغل دي سيدة باش تركب معاه، راكو عارفين جماعة سيرتو كيما هنايا في لالجيري اي وحده زعما تشوف عندها طوموبيل هاكا حاجه كبيره فخامه ولا تصدم ديريكت فيها، راكو فاهمين هادي هي غلطه كبيره، ايه صدمه كبيره. دونك ركبت معاه، قلعو هاكا في طوموبيل كيما هاكا، قاعد يهضرو نورمال هاكا شغل عادي. دونك قاعدة تشكيل على همها، كشغل تحكي الصور تاع على الناحية شصرا لها وكاع. مهم سير شادي سيدة، قالها بلي عندي كلب، وهذاك الكلب راه كلب تقدر تقول بلي فيميل، جابت بوز تقدر تقول كيما هاكا. قالها بلي لاكي باغية تجي تدي واحد منهم تفرحي ولدك. دونك ميشي كيشو أمناتها حسبتها باللي جونتي ولا كيما هاكا. أيا راحو سيد دار رونفا دار كيما هاكا، راح طريق راح الدار هديري. أيا وين دخلت الدار شافت كيشو دار عادية نورمال، ما كانش حاجة بيزاغ ولا كيما هاكا. دونك سيد شادير نقز عليها طاها بالضرب، هي من كترية الشوك ما دارت والو، كشو تحكمها الشوك ماقري هي، راكو عارفين تقام مرا ضعيفة وكاع، فات واحد يكون سمين ولا هاكا صاي ما عندها ما دير. دونك فات حكمها وكاع، شدها داها في لاكاف تحتها، ايا ربطها دارلها كاسك قاعد يضرب فيها يعذبها يغتصبها، دير فيها تقدر تقولوا باللي جحيم. ميشيل عاشت جحيم يعني. شا ولا يدير، يوكلها خطرة في النهار ولا حاشاكم شت الخرية ولا نقولو لا بوب شت البوب دير، كان داير لها كشغل بيدو سبيسيال يعني، ويزيد يخلي هذاك البيدو تما كشغل تشم هذيك الريحة وكاع، كشغل عاشت جحيم راكو فاهميني. هذه هي فات يختطفوك ولا صاي راحت فيك، كنت صيبغ غير تموت وما تعيش هذيك اللحظة. دونك ميشيل كشغل دارت كوراج راكو فاهميني، كوراج باش ما عارفة بلي يجي نهار تقدر تتحرر من هذيك البلاصة وياه. دونك هذه مصرات خالتي. بون ف
مشات تقدر تقول واحد الشهر ولا هاكا، مشات دار طلع ميشيل دار لها كشغل شومبرا سبيسيال فوق كاع. دونك هاد السيد كان متزوج وكاع راه مطلق، راه عايش وحده برك. دار لها شومبرا سبيسيال، وش دار لها؟ دار لها كشغل سيستيم متقدش تحل الباب ولا متقدش تهرب، وإلا بغات تهرب يعذبها ميعطيهاش تاكل. دونك فاتت تقدروا تقولوا عام عام كيما هكا، لا بوليس يحوسوا وكاع. شا دارو؟ دارو بلي شغل مرا هربت من الدار، هربت من البلاد باش تروح تعيش غاية في بلاد واحدة أخرى. دارو كيما هكا، مي عايلة تاعها عارفين بلي ما تديرهاش، ما قعدت تسيي تحوس عليها. دونك ابخي انو وحده اسمها اناندا، اناندا نمام اطو اناندا 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 نو اماندا 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 كانت تخدم، تقدر تقول تخدم في ماكدونالد، تقدر تقول ماكدونالد ولا هكا ريستون ريستون. وي المهم اماندا سمحوا لي كالعادة، وانت تبغي نبغي ندير فيديو اوف كورس كون كاين ديرونجمون. المهم اماندا كانت خارجة من الريستورون، رايحة تتمشى هكا في امان ربي، وغدا ان شاء الله كان عندها لانيفيرسير. كي شغل كون فاهمين واحد عندها انيفيرسير كوني سيب انيفيرسير يجي تمتم وكاع، هي كانت مليمة لارجون بزاف راك فاهمين، موني دراهم بزاف، هاديك هي باش تصرف وكاع ودير لانيفيرسير مليحة وكاع. دونك هداك الوقت كان الليل، كان رمضان وكاع، هي سيد فات راكو عارفين لي بغو يختطفو ولا يبوجي في واحد الوقت اللي ميكونش كاينين ناس وكاع. ايا سيد كي شغل قاريلها قالها إلاك راني نحوس على واحد البلاصة، إلا كي بغيتني نوصلك وري لي البلاصة هادي. شافت زعما سيدني هاكو فاهمين لا بروبليم، راني حاير واش كان يخمم هادشي. على كل حال اش بيها نسى قاع كيف كيف. المهم حاشا لي ميستاهلوش، حاشا المشاهدين الكرام يوم يتفرجوني. المهم طلعت فات، طلعت في هذيك الضلمه وكيع عندها انشاز باش يضربها، ضربها طاح، ضربها صاي كي شغل ضربها في الراس وكو فاهمين، راكو عارفين فات سيدا ضرب واحد في الراس وكاع خلاص يتفض مينوت. هي داها تاني، داها في الباكاف نفس الشي كيما دار ميشيل مع جيش نعاود نسد كان راح هي كيما هاكا. دونك قعدت تلاقى اماندا كشغل قعدت تلاقى ميشيل بصح ميتهدروش ميقدروش يتهدرو. والسيد هذا إلا يجو عنده هدية كلها في ميزك شي يديرهم، يديرهم تقاشير في فمهم باش ميتهدروش وميعيطوش كيما هاكا ميقدروش يعيطو. دونك اماندا عاشت اسمو عاد اللي عاشت ميشيل. أيوة في الأخبار تقدروا بلي انتشرت في أمريكا بلي هاد الاختطاف حاول تكررت، شو تكررت في نفس النوع، تكررت في نفس النوع، نفس نوع الاختطاف اللي صرا عامي فات وكاع. أيا زعما كي شغل طيح حنا تقلبه يدير لهم خطرة في السمانة يتفرجو تلفزيون سوايع. أيا شا يديرو؟ مين شاف التلفزيون شافت باللي ايماجيني، شافت امها تبكي ايماجيني، تشوف امك تبكي تحوس يعني يحوسو هي باش يلقوك. لابوليس دارو قالي عليهم، حوسو في الغابات، حوسو في ال حوسو باغتو ملقاوش، وما كانش لي زانديس لي يديهم بلاصة تختطفو فيها وفاهمينك. مهم دونك ابخي ان عام واحد اخر
دي سيدة سيد بش عاوي أطاكي بنت واحدة أخرى سموها جينا صاحبة بنتها. أوه أنا ما حكيت لكمش باللي هاد السيد عنده بنت مع مرة اللي طلقها. هي هادي صاحبتها بغا يحشيها لها. دي صاحبتها في ميسكم شافيها مرة 14 إيماجيني تخطف بنت 14 بيدوفيل شريكي كبريتها إيماجي ياورت ولا تفشى قاع والله. Holy shit, just like milk. مهم اختطف جينا كشو مشي اختطفها قصدي كيف لعبتها كده اللي بنتي راهي خطا إذا تداري تجي تشوفيها ما حبيت دونك بدها دار نفس الشي كيما دار ميشيل تاني اغتصبها عذبها وكيع دونك ولو ثلاثة في الدار وميشيل كشو كانت باغي تولد وكاع شادها كان يضربها في الكرش وينحى من ماكلة باش متولدش طفل. مي كاينة اسبوار اماندا مراها هادي اماندا هي اللي كانت اللي كان عجبتها كاع في دوك النساء تقدر تقولو بلي كانت بيوتيفول وكاع باينة. مي يقد يقتل بنت ولا ولد اللي غادي تولد دونك بنتها تقدر تقولوا باللي كشغل ولدت تما في هذيك الدار اماندا ولدت اماندا في الدار هي وين ولدت اماندا سيد شادر دي سيدة باش يردها اكو عارفين باللي تما هو الاب اب غير الشرعي تكون باللي كشغل اب غير شرعي اب غير شرعي شغل كبرت هذيك البنت كبرت من 5 سنين وكاع قاعد يخرجها وكاع جوارين قاعد حسبو كاع بلي بنتها هو ماشي بنتها راكو فاهمين دونك هذيك البنت اللي تقدر تقولو بلي اللي زادت وكاع ما عمبانهاش راكو عارفين بلي باز وين يكون عمرهم 4 سنين 3 سنين ما عمبانهمش كاع مش صاحي كيشغل معايشين هي وكل ما كانت تلاقى بامها ولا يقعد يراقبهم فاهم دونك ابخي تقدر تقولو 7 سنين بنت هادي كلها في عمرها سيزون 6 سنين كانت تتفرج واحد النهار كانت تتفرج في التلفزيون كاع ايا هو كان قاعد معاها وكاع ايا كشغل مواح عيطت لها ايرجون كانت مسحقاتها ايا قالت بنتها غادي نروحو 20 دقيقة ونعاود نولي نسى مشي باللعباب على اماندا تسمى كان كاينة انشونس كبيرة ايا الاخرى البنت هذيك صغيرة ايا هذيك البنت صغيرة طلعت كشغل تفحش تماك وفاهميني طلعت هاكا حلت كشغل حلت الباب وين حلت الباب ما تشوف كانت مخلوعة كانت تشوف بنتها كشغل هي حلت الباب وحدها ايا شادات خرجت راسها شافت في الدروات شافت في الجوج ايا قالت لها بابا ورا قالت لها بلي بابا خرج غادي 21 دقيقة يعاود يولي شادات لفتت بنتها وقلعت تجري تحتها وكانت تضرب في الباب تضرب حتى الدم غير هاد الدم قاعد يسيلو كتريت الباب كان ليها سيكيوريتي كبيرة شي سهلة تحل لازم تقدر تحلها من برا فاهميني هي جويرين واحد جار سمع جاي يجري جار انواع الاخر النيجرو دايما تقاوم نية نية تاع بصح والله يعاونو الناس مناها مبيش عليه يقولو ايه مهم جاي يجري وكاع قالها واش كاين قالها بلي انا اماندا عندها 10 سنين وين اختطفوني لما اختطفني هذا الراجل قلت لها بليز ارواح دير اللي عليك وسلكني دركا اي شادة حرس الباب شادة راح ديريكت حنقاتها وكاع حنقاتها قلت لها بلي بليز عطيني لي نيمو تيليفون كاين زوج مزاهم فوقا خصنا نعيطو لابوليس باش يسلكو
كي سلكون كان هاد البيبان ديال المسناسل وكاع. ايا لا بوليس هضرت معاهم وكاع، لا بوليس جاو يجرو في هاد القضية 11 سنين. ايماجين، جاو واحد زوج البومبيلات تاع لا بوليس، دخلوا ربعة في هاديك الدار، حسوا دوك السماسة وخرجوا كاع. دونك السيد اللي كان جاي وكاع داروا له سيربريز موتافاكر، حكموه. وين حكموه؟ هاكو عارفين، سجن مؤبد. كانوا متمنين كانوا كانوا متمنين كشغل يقعد في الاخر حبس مؤبد. مي شا قالهم في ميزك في الاخر؟ قالهم بلي كنت معيشهم ضايع، ما كنت نضربهم ما والو. في شغل هذا بسايكوبات ولا ما عنداليش، حس روحك شو ما دار والو، فاهميني؟ هيا ميشيل تزوجت، ابخي تزوجت وكاع، راهي عايشة مع عيلتها وكاع غاية. واماندا ولت تخدم في دوك لي ديرو ريشيرش على عباد اختطفوهم وكاع. وجينا عاشت مع عيلتها نورمال. هادي هي حكاية اخرى. والسيد عدم روح، تقدر تقول بلي قتل روح في الحبس، جاي في روح جيبونس في الحبس. المهم كيما قلتكم هذه حكاية. إلا عجبكم فيديو متنسوش ديرونا لايك وسبسكرايب، هذيك هي دعمونا شوية شوية، هذيك هي الله شانونا اللي حبوها تتمية أبوني. المهم لكم بين نواصلو في المشوار هاد الحكايات وكاع، حبيا عيني يبارطاجي كاش قصة ولا يحطها لي في بعتها لي ميساج فيسبوك ولا انستغرام، راني حاطهم في الديسكريبشن. المهم و تصبحوا بخير جماعة.